2020 هي أول ما بدأت المبادرة، اضطر قسم كبير من الناس ينزحوا باتجاه مناطق لحتى هي ما يقادر تستوعب طلاب الأصليين، ففي قسم كبير من الطلاب انقطعوا عن العملية التعليمية، فهدول الناس ما كان عندهم حتى مدارس تحسن تستوعب هذا الكم الكبير من الطلاب اللي أجوا عليها، لذلك قسم كبير منهم لجأ للدراسة المنزلية، يعني إنه بيدرسوا بقلب البيت، وفي قسم كبير لحتى ما عنده منازل، هني قاعدين في خيام، وبتعرف يعني الوضع عموما وضع الخيام ما هو مناسب للعملية التعليمية. هلا باشر تجيني كثير اسئله انه استاذ ممكن تشرح لنا الدرس الفلاني او الدرس العلاني على الواتساب، فانا حبيت عميم هاي المبادره وانتقل من هذا التعليم يعني السؤال والجواب على على الخاص اللي هو بيفيد طالب واحد الى انه انا اطرح هاي المبادره وعممها على اليوتيوب. هلا الحاجات الاساسيه اللي ما بتخفى على حدا هي وجود اول شيء كاميرا، وجود ميكروفون، ستاند، ممكن انت الان تضطر للابتوب، فهدول الشغلات لازم يكملوا العمل بشكل كتير كويس مشان توصل الصورة بشكل واضح للمتلقي. هلأ هون بقى انطلقت لشرح كامل قواعد المنهاج للبكالوريا وكامل قواعد المنهاج لصف التاسع. عموما يعني هاي الأعداد موجودة كانت لا تقل عن 15,000 ل 20,000 طالب بالسنة الواحدة. هلأ بهاي الطريقة أنا حسنت أوصل لهدول الناس بأقل التكاليف، يعني هدول أنا عموما هني أوريدي موجود في موبايل في الخيمة أو في البيت. فهو عمليا ما عم بيتكلف، ما عم بيحط تكاليف زياده، وانا شرحته له مثل ما بشرحه لاي طالب عندي هون بالقاعه الصفيه. هلا خلال المبادره في صعوبات عامه مثل مثلا نقص المعدات اساسا، يعني احيانا مثلا الميكروفونات العاديه اللي مي احترافي ممكن ما توصل الصوت بالمطلوب، عم بحاول قدر المستطاع انه احسن وصل هاي الصوره او هذا الفيديو بالجوده المطلوبه للمتلقي. بتمنى انه كل استاذ بمادته يحسن يعمل نفس المبادرة لحتى نكملها ونساويها مبادرة عامة من خلالها يتلقى الطلاب الموجودين في المخيم بشكل خاص أو الطلاب المقدرين ماليا يتلقوا الدروس بدون أي انقطاع.